السلام عليكم في فيديو جديد من فيديوهات مدرسة. في هذا الفيديو هنديرو دراسة دالة لوغاريتمية، يعني دالة كتحتوي على اللوغاريتم أو الآلام. النص ديال التمرين هو النص التالي. كنطلب منكم تاخذوا مهلة زمنية ديال دقيقتان تقراو فيه النص ديال التمرين، ومن بعد نمروا جميع الجواب ديال السؤال تلو الآخر. إذا عقلوا لي في هذا السؤال الأول أن الصيغة ديال f ديال x هي 2 زائد x على ln x، وخصني نحسب او خصني نحدد مجموعة التعريف ديال الدالة f. اذا السؤال الاول خصنا نحددو d دو f. هنا في النص ديال التمرين كيفرض عليا نستعمل الرمز d في بلاصة d f. x كينتمي ل d، ماذا يستلزم؟ اذا خص يكون عندي اول حاجة ln ديال x يخالف الصفر، لما x كتخالف الصفر. دونك ln ديال x كتخالف الصفر، وفاش كتكون x كتخالف الصفر بحال اللي يشار له في النص، خاص يكون عندي x اكبر قطعا من الصفر. ياكم هو x اكبر قطعا من الصفر، ولكن ما تنساوش الدالة f فهي معرفة كذلك في صفر، حيث ان f ديال الصفر هي 2. اذا الشرط الثاني ماشي هو x اكبر قطعا من الصفر، يكون هو x اكبر من او يساوي الصفر. يعني ماذا ذلك؟ يعني ان x خاصها تخالف ليا 1، وكذلك خص يكون عندي x اكبر من او يساوي الصفر. ماذا يكافئ؟ ان x كتنتمي للمجموعة r زائد ناقص الاحادية 1، وبالتالي فان d هي مجموعة r زائد ناقص الاحادية 1. بطريقة اخرى هذه المجموعة نقدر نعبر عليها كذلك بالصيغة المجال عفوا 0 1 اتحاد 1 زائد ما لا نهاية. متفقين؟ نمر الان السؤال الثاني. هنا مطلوب مني ندرس اتصال وقابلية اشتقاق الدالة f على اليمين في الصفر. اذا باش ندرس اتصال ديال الدالة f على اليمين في الصفر، خصني نشوف الليميت لما x كتؤول صفر زائد ديال f دو x خصها تساوي ليا f ديال الصفر. هادشي اللي كنت باغي نبين ان f متصلة، f ديال الصفر تكون هي 2 على حسب المعطيات. اذا نحسب دابا الليميت ديال f دو x لما x كتؤول صفر زائد. ليميت لما x كتؤول صفر زائد ديال f دو x هي الليميت ديال 2 زائد x على ln x. هنا حدي عوضت المعطيات ياكم داكوغ. بغيت نحسب الليميت ديال x سوغ ln x لما x كتؤول صفر. اش كنعرف؟ كنعرف ان لما x كتؤول صفر ليميت ديال ln x هي ناقص ما لا نهاية، والبسط كيؤول صفر، يعني ان عندي الصفر على ناقص ما لا نهاية. يعني ماذا؟ ان x على ln x كتؤول صفر. بما ان ليميت ديال ln x هي ناقص ما لا نهاية، فان ليميت ديال x على ln x كتساوي الصفر، وبالتالي فان ليميت ديال f دو x لما x كتؤول صفر زائد هي 2، و2 ما هي؟ هي f ديال الصفر. يعني ماذا؟ ان f متصلة على يمين صفر. الان ندرسو قابلية الاشتقاق. باش ندرس قابلية الاشتقاق على اليمين في الصفر، خصني نحسب هذه المرة ليميت ديال f دو x ناقص f ديال الصفر على x ناقص صفر. إذا لقيتها كتساوي L، عندي جوج ديال إمكانيات. إما L عدد حقيقي، وفي هذه الحالة فإن الدالة F قابلة للإشتقاق. إما L كتساوي بلوز أو موان إنفيني، وفي هذه الحالة فإن F غير قابلة للإشتقاق. نمر الآن لحساب النهاية. هلقاو ليميت ديال F ديال X ناقص F ديال الصفر على X هي ليميت ديال X على ln X على كل على X. كنلاحظ هنا أن نقدر نختازل x في البسط وفي المقام. يبقى لي اذا ليميت ديال 1 على ln x لما x كتؤول صفر زائد. كنعرفوا جميع ان ln x ليميت ديالها في الصفر هي ناقص ما لا نهايه. اذا فالليميت ديال f دو x ناقص f ديال الصفر على x ما تكون الا صفر، وبالتالي فان f قابل للاشتقاق على اليمين في صفر. والتاويل الهندسي ديال هذه النتيجه هي ان منحنى الداله f الى سميته c يقبل نصف مماس افقي على يمين نقطة ا صفر اف ديال صفر، واف ديال صفر هي 2. هاد النتيجة هادي نقدروا نلمسوها فاش هنشؤوا المنحنى ديال الدالة اف في الاخير ديال هاد التمرين. نمر الان السؤال الثالث. هنا مطلوب مني نحسب نهايات الدالة اف عند محدات مجالات مجموعة تعريفها يعني دي. اذا دي كنذكروكم كتساوي المجموعة صفر او المجال صفر واحد اتحاد واحد زائد ما لا نهاية مفتوح. خصني نحسب بطريقة أخرى النهايات عند الصفر، عند واحد ناقص، عند واحد زائد، وعند زائد ما لا نهاية.
هذه طريقة أخرى نقدر نقرأ بها هذا السؤال. بالنسبة لليميت الأولى يعني الليميت لما إكس كتقول الواحد ناقص ديال إف دو إكس، هنعوض مباشرة بالصيغة ديال إف ديال إكس، هنلقاو إثنان زائد إكس على إلين ديال إكس. هنا إلى عوضت مباشرة أشنو هنلقى؟ إكس هتولي واحد وإلين ديال إكس هتولي صفر، ولكن أشنو؟ عندنا هنا إكس كتقول الواحد ناقص، يعني ماذا؟ يعني أن إكس كتقول الواحد ودائما كتكون صغر من واحد، يعني ان ln ديال x تكون اصغر من الصفر في هذه الحاله هذه. وفاش كتكون ln ديال x اصغر من الصفر؟ ففي بلاصه ما نكتب هنايا صفر في المقام نكتب صفر ناقص. واشنا هي واحد على صفر ناقص؟ ما هي الا ناقص ما لا نهايه، كيف ما هنوجد الان. بالنسبه للمحد الثاني يعني واحد زائد، فبنفس الطريقه تكون عندي هنايا ln ديال x اكبر قطعا من الصفر، ونوجد واحد على صفر زائد، حيت ln ديال x ln ديال واحد هي صفر، ولكن بما ان x كتقول واحد زائد فان هذا الصفر يكون بقيم موجبه، يعني واحد على صفر زائد. وكنعلمو جميع ان واحد على صفر زائد هي زائد ما لا نهايه. نمر الان النهايه الثالثه، ليميت ديال اثنان زائد اكس على ln ديال اكس لما اكس كتقول زائد ما لا نهايه. كنذكركم ان في الدرس ديال الدوال اللوغاريتميه كنا شفنا ان ليميت ديال ln ديال اكس على اكس لما اكس كتقول زائد ما لا نهايه هي صفر. هنا عندي قيم موجبه يعني صفر زائد، داكوغ ln ديال اكس كتكون موجبه واكس كتكون موجبه، دونك ln ديال اكس على اكس هي صفر زائد. دونك هنا ايش عندي؟ عندي اكس على ln ديال اكس، يعني المقلوب ديال ln ديال اكس على اكس، ياكم؟ دونك هاد واحد على ln ديال اكس على اكس هي واحد على صفر زائد، يعني ان الليميت ديالي هي بلس لانفيني او زائد ما لا نهايه. اخيرا قلت لكم ان خصنا نحسبوا النهايات في جميع المحدات، ما نساوش الصفر. الليميت لما اكس كتقول صفر ديال اف دو اكس كيف ما شفناه السؤال الاول هي اثنان، عندي داله متصله. نمر الان السؤال الرابع، هنا نطلب مني ندرس تغيرات داله اف. اول شيء باش ندرس التغيرات خصني نشوف واش الداله اف قابله للاشتقاق. فالداله اف هتكون قابله للاشتقاق على كل من المجالين صفر واحد مفتوح وواحد زائد ما لا نهايه مفتوح، على حسب التعريف ديالها. اف بريم ديال اكس كتساوي اكس بريم في ln اكس ناقص x في ln ديال x بريم الكل على ln ديال x مربع. هنا طبقت فقط الخاصيه، كنعرف u على v بريم هي u بريم v ناقص uv بريم على v مربع. كنعرفوا جميع ان الاشتقاق ديال ln x هو 1 على x، الاشتقاق ديال x هو 1. كنحصل في الاخير على الصيغه المبسطه التاليه، ln x ناقص 1 على ln x مربع. هذه النتيجه اللي كنحافظ عليها امامي. وكندرس التغيرات ديال الاشاره ديال الداله f بريم. f بريم ديال x اصغر من او يساوي صفر كنلقاو انها تكافئ ان x اصغر من او يساوي او، حيت في هذه الحاله تكون عندي ln ديال x ناقص واحد سالبه. بنفس الطريقه f بريم ديال x موجبه لما كتكون عندي x اكبر من او يساوي او. اذا الان في حوزتي المعطيات الكافيه باش نرسم جدول تغيرات الداله f. اذا الان كنحطو في السطر الاول صفر واحد او زائد ما لا نهايه. نعرفوا ان اف بريم ما معرفاش في صفر، ما معرفاش كذلك في واحد، لا هي لا اف. وكنعرفوا الاشاره ديال اف بريم، اذا على يسار او فاف بريم سالبه يعني ان اف داله تناقصيه. كذلك هو الشان في المجال واحد او غتكون اف تناقصيه كذلك، بينما اف هتكون تزايديه على يمين او. بكوننا حسبنا النهايات ديال الداله اف في الاسئله السابقه، كنحطوا ليميت ديال اف ديال اكس في صفر هي اثنان، ليميت في واحد ناقص هي ناقص من النهاية، ليميت في واحد زائد هي بلس لانفيني، اف ديال او هي اثنان زائد او، بينما ليميت ديال اف ديال اكس لما اكس كتقول زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية. وبذلك تنكون جاوبت على السؤال الرابع ديال التمرين. نمر الآن للسؤال الخامس، ودراسة الفروع اللانهائية للمنحنى سي. دونك في هذا السؤال خصني نعاود نستعمل النهايات اللي حسبتها في الأسئلة السابقة.
حسبنا النهايه ديال اف ديال اكس لما اكس كتؤول لواحد ناقص، وكذلك لما اكس كتؤول لواحد زائد. استنتاج او تاويل الهندسي ديال هاد النهايتين هادو هاد النتيجتين هو ان اف كتقبل المستقيم اكس كيساوي واحد كمقارب عمودي. شفنا كذلك ان الليميت ديال اف دو اكس لما اكس كتؤول زائد ما لا نهايه هي زائد ما لا نهايه. فاش كنلقاو هاد النتيجه هادي خصني مباشره نحسب ليميت ديال اف ديال اكس على اكس لما اكس كتؤول زائد ما لا نهايه. اذا كنحافظ على النتائج اللي لقيتها سابقا، وكنحسب هاد المره ليميت ديال اف دو اكس على اكس لما اكس كتؤول زائد ما لا نهايه. اذا عوضت صيغه اف ديال اكس على اكس كنلقى 2 على اكس زائد 1 على ln اكس. كنعرفوا ان الليميت ديال ln اكس هي زائد ما لا نهايه، كذلك هو شأن بالنسبه لاكس. اذا ليميت ديال اف دو اكس على اكس هو صفر، وبالتالي في المنحنى سي يقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الافاصيل. هذا هو التاويل الهندسي ديال هذه النتيجه. نمر الان الى السؤال الاخير اللي هو انشاء المنحنى سي. نمر الان للسؤال السادس والاخير، حيث خصنا ننشا المنحنى ديال الداله اف. كنذكركم ببضعه نتائج حصلنا عليها في الاسئله السابقه. اول حاجه شفنا ان الداله اف كتقبل نصف مماس افقي في النقطه ا 0 2، بعدما ان راينا ان الليميت ديال اف ديال اكس ناقص اف ديال الصفر على اكس ناقص صفر كتساوي صفر في النقطه صفر. شفنا كذلك ان المستقيم اكس كيساوي واحد يمثل مقارب عمودي لمنحنى الداله اف. وشفنا ان الليميت في واحد زائد ديال اف ديال اكس هي زائد ما لا نهايه، والليميت في واحد ناقص ديال اف ديال اكس هي ناقص ما لا نهايه. شفنا كذلك ان اف ديال او اللي كتساوي 2 زائد او تمثل قيمه دنيا للداله اف. واخيرا شفنا ان الداله اف منحنى ديالها يقبل فرع شلجمي في اتجاه محور الافاصيل. فوقاش شفنا هادشي؟ فاش حسبنا الليميت ديال اف دو اكس على اكس لقيناها كتساوي صفر لما اكس كتؤول لزائد ما لا نهايه. اذا الى بغيت نمثل هاد النتائج نعبر عليها هندسيا، الان هننشا المنحنى ديال الداله اف يعني منحنى سي. اذا لاحظوا معايا هنا عندي نصف مماس في النقطه 0 2 ا 0 2. عندي كذلك ليميت ديال اف ديال اكس لما اكس كتؤول لواحد بقيم سالبه هي ناقص ما لا نهايه كيف ما كتبين لي هنايا في هاد لا زون هادي. وكنلاحظوا ان المنحنى ديال الداله اف يوازي المستقيم ذات المعادله اكس كيساوي واحد، يعني ان اكس كيساوي واحد يمثل مقارب عمودي لمنحنى الداله. نفس الحاجه نلاحظوها في واحد زائد، نلاحظوا هنايا ان عندي منحنى الداله اف يكون عمودي او متوازي مع المستقيم اكس كيساوي واحد. وكنلاحظوا كذلك ان عندي مماس هنايا في النقطه ذات الاحداثيات او 2 زائد او، مماس افقي. علاش؟ حيت هذه النقطه هذه تمثل قيمه دنيا للداله اف. واخيرا انا كنلاحظوا ان عندي فرع شلجمي في اتجاه محور الافاصيل لما اكس كتقترب لزائد ما لا نهايه. كنتمنى ان هذا الفيديو نال اعجابكم، في امل اللقاء بكم في فرصه اخرى وموعد اخر مع فيديوهات المدرسه. شكرا.